بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أنا هتكلم على عملية التجنيس للأرانب، لأن طبعا المربي وهو شغال يلزمه إنه يعرف نوعية الأرانب اللي عنده اللي هيفطمها أو بعد الفطام، فلازم يكشف عليها عشان يتأكد مين الأنثى ومين الذكر. فالعملية دي بتتم إزاي؟ إن بيتمسك الأرنب بالإيد الشمال، أكنك هتمسكه من ظهر الأرض كده زي ما كنا سبق وقلنا في الأرانب الكبيرة، وبتقلبه بحيث يبقى ظهره لتحت، وبتيجي في المؤخرة وبصباعين الإيد اليمين حوالين الجهاز التناسلي وبتضغط حواليه. إذا ظهر لا مؤاخذة بروز مدبب أو براس مدورة، ده يبقى ذكر. إذا ظهر لا مؤاخذة فتحة طولية، دي تبقى أنثى. دي هي عملية التجنيس، ودي ممكن بتتم والارنب صغير، مش شرط انه يكون كبير قوي يعني بتاع. بس ما عم لاحظت حاجه الناس ما بتاخدش بالها منها، يجي يعمل الشغلانه دي في ارنب يقول انا لا عارف هو ذكر ولا هو انتاي. ما هو انت لو كملت قرايه واطلاع في المجال ده هتعرف ان في حاجه في تربية الأرانب، في عملية التلقيح الداخلي في وقت ما يكون مر عليه حوالي سنة ونص، اسمها تلقيح داخلي. يعني أرانب أبهات بتلقح أبناء، بتلقح أخوات، بتلقح الكلام ده، دي بينتج عنها حاجة اسمها الآثار الوراثية المميتة. الآثار الوراثية المميتة دي كذا حاجة، يعني كذا شكل أو كذا لون أو كذا نتاج لها، من ضمنها الموضوع اللي أنت شكيت فيه ده، لا عارف تقول ده ذكر أو نتاية. والعملية دي بيطلق عليها على المنظر ده إن ده تخنيس. تخنيس يعني إيه؟ يعني لا ينفع يبقى ذكر يلقح، ولا ينفع تبقى نتاية تستقبل. وإلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.